بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما نحى الحمام يا هلا والله هلا بالسلام ابدا الكلام يا سلام الله سلام عندي ما نحى الحمام يا هلا والله هلا يا هلا والله عداد عندي رمل بالنفل ولا حصون بالجلال قلتها والله غلط يا هلا والله عداد عندي رمل بالنفل ولا حصون بالجلال قلتها لك ترتقي. ولذلك رحمه الله وجعله في الدرس الأعلى خادم الحرمين فهد بن عبد العزيز له مقال أيام كان في وزارة المعارف، ما كان وزير، كان خادم الحرمين وزير المعارف سابقا. فعندما كان وزير له عبارة قالها الشيخ ابليه في كتابه فتاة الإسلام: اقرأي حتى لا تقضي، اقرأي حتى إيش لا تقضي. وقال إن العقول السليمة تنتج، العقول السليمة تنتج ولن تنتج إلا بما يوضع بها. الكاس الآن وضعت به مويانا شرب، بسم الله، حط فيه خمر الله يحفظنا اياكم، وش يسوي؟ يلخبطك، يبرجلك. نزلت لك شباب بالفايد في دوله من الدول الاسلاميه، انا والشيخ بن قعود لقيناهم طالعين وقلنا صلوا يا شباب، قال وراك مطوع وراك. يوم مشيت ولا الشيخ من بعيد وراي بالقعود، فقال الحقنا يا مطوع، يقولون وراي وانا ما ادري، انا ماشي هم من وراي. بن قعود شافهم الشيخ، فقال يا ابن سر، قالوا كذا وكذا من وراك، وانا شفتهم. قلت طيب ما ادري وين راحوا، قال اللي دخلوا هالعماره شوفوا مفروشه. يوم صلينا الفجر ورحنا ودخلنا للاستقبال، سلمنا عليه، قلنا في شباب قبل حوالي ربع ساعة دخلوا، وينهم؟ قال شقتهم في الدور الثاني، غرفة كذا، أشقة كذا وكذا. والله ورحنا، يوم طقينا الباب، طقينا الباب وبعدنا عن الباب، لأن الباب فيه إيش؟ أي في منظار، إحنا طوالي طقينا الباب وسوينا كذا، لأن لو ناظروا شافوا اللحية والله ما يفتحون. يوم فتح الباب قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله انتم قلتوا الحقنا والشيخ سمعكم، وانا لحقتكم الان، كنت نقعد معكم شوي. قال والله ما مطوع على ازقى. واحد يقول مطوع اشرب، والله انت تحدد الى الصبح. قلت حقنا شرب، والله عندنا واحد شرب الله دي بس ما فكت، نعم ما فكت، شرب في الليل غالب من الخمر، وقعد تفك بعد ساعه بعد ساعه بس، وكثر ولا فكت. قومت امه قلت كم كم كم، تخرج على الدوام، واذر اخوه عسكري وهو مدني بطيء في البلديه موظف، يقوم معجله ويطق البدنة حقت أخوه، بدلة إيش؟ العسكري، يروح للدوام. يوم جاي يوقع عند المدير شاف البدلة، قال مجنون أنت؟ أنت حال شخصية تلبس بدلة عسكري؟ يوم شاف البدلة قال الله يهديها أمي قومتني تحسبني أخوي. فلذلك العقل، انتبه يا حبيبي، الله يسألك عن عقلك. العقل هو مرض التقليب، هو مكان الالتقاء في الالتقاء. كنت في الطياره جاي من قطر للكويت، عندي محاضره، ركب جنبي واحد ابيض وشعره اشقر وعيونه خضر، فانا توقعت انه اوروبي، صح؟ فقلت له هلو، يعني تكلمت معي شوي، فقلت وير از كانتري، يعني هل انت من امستردام من هولندا ولا من بروكسل بلجيكا ولا من بون الماني؟ قال نو، من افريقيا. كنت غريب، افريقيا مثلي كيف هم طالع كذا؟ قال لا انت غلطان، افريقيا مظلل، الصين مظلل. قال انت غلطان. قلت ليش؟ قال افريقيا 8 ملايين مثلي، مثل هو ابيض، 8 ملايين مثلي. اي والله. قلت حياك الله بورسعيد، تعرف عليك، وين ساكن؟ قال انا ساكن في البحرين. قلت انا ساكن في البحرين؟ قال لي. قلت يو هاف شيلدرن، عندك اولاد؟ قال يس. قلت كم؟ قال تو. قلت اونلي، يعني بس؟ قال لي بس. ليش انت كم عندك؟ قلت سفن. قال اوه واي. قلت ليش سبعه؟ قلت انت تعجب انت؟ قال لي. قلت ما يفادر ابوي عنده 15. اي والله يا اخوان بالطياره. قلت يعني كمان متعجب؟ قال لي. قلت يو كينج سعودي عربي، عارف عبد العزيز بن عبد الرحمن سعود من كمان؟ قال قلت عنده 44. ويصرخ الطيار كله يحسبون عمل ارهابي بالطياره، يوم يسمعوا الصرخه ذي، وش هالطوع ذا اللي قاعد الاوروبي ذا لي؟ فقال وراه ليش؟ وش السبب؟ قلت الان انا كبرت، شوف عندي ولد عبد العزيز في الجامعه، هو اللي خدمني وديني ويجيبني ويكرمني، هذا اول شيء. اذا كان يخدمك واحد احسن ولا اثنين ولا ثلاثه ولا سبعه؟ قال لك كل ما صار اكثر يخدمونك احسن. قلت هذا اول فائده. ثاني فائده، افتر ذا ديت، بعد الموت عيالك بليز ماي فادر ماي جاد ان بارادايز. قال يو فيري جود، يعني دينكم مضبوط. قلت طيب انت؟ قال عيالنا احنا من يوم يكبرون 16 17 ما يعرفوننا ولا نعرفهم.
خلاص تنقطع العلاقات يصيرون غرباء عندهم. عشان تعرف نعمة إيش هالإسلام اللي يقول لك صبغ الله عقبك به. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة صبغك الله بهذا العقل. بكت في صمت وحزانا. أنا الثانوية وانتهيت والجامعة وانتهيت والآن جالسة لا وظيفة ولا شيء، ما المانع أن يزوجني أهلي من الأكفاء؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير فساد عريض فساد عريض فساد عريض. تجاعيد وهم وهموم وقلب للأسف منظام، شكت واسترسلت دمان تمنت للأسف موتا. يموت الحلم أنفاسا وتبدأ غربة الأيام، يمر اليوم والباقي حزن وهاتنك بوتا. هي الأنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قام، كتب الحزن في قافا يرددها مع بيوتا. تناجي ربها تكتم بقيا حسرة الأحلام، تخفي حزنها تضحك وروح الحزن في صوته. ظلمها شايب ظالم طعن في قلبها أسهام، يبيها دايم عنده وياكل من تعب قوته. تناجي ربها تكتم بقايا حسرة الأحلام، تخفي حزنها تضحك وروح الحزن في صوته. ظلمها شايب ظالم طعن في قلبها أسهام، يبيها دايم عنده وياكل من تعب قوته. يموت الحلم بنفاسه وتبدأ غربة الأيام، يمر اليوم والباقي حزن وهات مكبوته. هي الأنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قام، كتب الحزن في قافا يرددها مع بيوتا. ظلمها آه لو يدري معاني لوعتا لوهام، يحسب ضيقته لحظة وهم يجبر سكوته. بكت في صمت وحزانه على طول العمر قدام، تنادي غربة تاخذ وصاياها بتابوته. ظلمها آه لو يدري معاني لوعتا لوهام، يحسب ضيقته لحظة وهم يجبر سكوته. بكت في صمت وحزانه على طول العمر قدام، تنادي غربة تاخذ وصاياها بتابوته. يموت الحلم بنفاسه وتبدأ غربة الأيام، يمر اليوم والباقي حزن وهات مكبوته. هي الأنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قام، كتب الحزن في قافا يرددها مع بيوتا. تجاعيد وهم وهموم وقلب للأسف منظام، شكت واسترسلت دمعا تمنت للأسف موته. رح الحلمه بلا رجعه يوادع ماضي الأعوام، يضيع العمر وحزانه تجدد في سما فوته.
تجاعيد وهم وهموم وقلب للأسف منظام شكت واسترسلت دمعن تمنت للأسف موته راح الحلمه بلا رجعه يوادع ماضي العوام يضيع العمر وحزانه تجدد في سما فوته يموت الحلم ذا انفاسه وتبدا غربة الايام يمر اليوم والباقي حزن وهات مكبوته هي الآنس بها الدنيا شكت حظ أبد ما قام كتبها الحزن في قافة يرددها مع بيوته يموت الحلم في موته وتشهد غربة الأيام عظيم الهم والذكرى حزن وهات مكبوته يموت الحلم في موته وتشهد غربة الأيام عظيم الهم والذكرى حزن وهات مكبوته يموت الحلم من فاسه أريد من يريده أبي لا أريد هذه العيشة أعوذ بالله اتق الله استغفر الله اذكر الله عليك بالصلاة والصبر والاحتساء ثم انفجرت بالبكاء وأعطيت شيئا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء والاستعانة بالصبر والصلاة كلما تذكرت يوم صلي كلما تذكرت يوم صلي كلما تذكرت يوم صلي فضلا عن الفرائض بل السنن بل النوافل وأبشري بتفريج الهموم وتنفيس الكروب